أسعدنا اللي فاهم الحياة. تصدقون بعضنا ما هو فاهم؟ والله ما أنت فاهم. والله إذا بغيت كل شيء في الدنيا يا أخي ظلمني، طيب ما قدرت أخذ حقي. محكمة في السماء قاضيها هو الله، انتظر شوي بس. لا يظلم الناس شيئا. يا أخي أنت فعلت فعلت وأكرمت وعطيت وبعدين جحدني، أنت تعمل له ولا لله؟ والله لله. لله إذن ما يحتاج يشكرك أحد، ولا يثني عليك أحد، ولا يحمدك أحد. اجعلها لله واصبر على لأواء الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، ووالدينا وكل مسلم ومسلمة يا رب.